كلشي كنشكركم بزاف على المبادره، وهادشي راه ما غريبش على قناه شوف تي في. وقصه ما فيها انني كنكري كاري عندها السيده مده 11 عام، وكنعطيها السومه الكرائيه بانتظام. عماتني مؤخرا قالت لي راه بغيت نجي نصلح لك، قلت لها مرحبا. بالفعل جات، قلت لها مرحبا بالفعل جات وبدات في الاصلاح ديالها. قلت لها غادي نطرف النص ديال الاتات ديالي نحطها من الجيران، والنص ها هو نضم ديبلاسي البلاصه اللي صوبتيها. صلحتي الصالون غادي نديبلاصها الصالون، صلحتي بيت النعاس ديبلاصها بيت النعاس. هي خربات الدار كامله وهي تقول لي بدات بشي اصلاحات. جاتني حتى لاخر المطاف قالت لي شوف اخويا انا غادي نحبس الاصلاحات، خرج قلب على راسك بهاد اللفظ هكا. قلت لها فين غادي نمشيو دابا؟ الكره ما كاينش في هاد المدينه بوزنيقه، وانت كتعرفي دابا هاد الموسم ديال الصيف دابا الكره ما كاينش، وقريب العيد الكبير وهذا وهذا. قالت لي انا ما كنعرفش هذيك الهضره، هاك شهرين وهز عليا حوايجك دابا ما يباتوش هنايا. شفتها عيت، عييت معاها على الشيطان على الشيطان، بركات عليا بالقذف في الشات لا انا ولا الزوجه ديالي، وهجمات عليا حتى للداخل وقالت لي خرج في حالتك من ناري. وانا دابا حوايجي تما ولادي في الزنقه، احنا دابا حنا مشردين اللهم وين هذا منكر. دابا خويا حنايا ساكنين في هاد الدار مده 11 عام. لا انا ايه دابا انا ايه عند جيراني مدخليني للدار دايرين فيها تاع الله. ماشي داروا فيا خير، شوف ما عنديش فين نمشي، ما عندي لا عائله لا خوت لا حبيبه لا حتى حد. انا انت ماشي بنت بوزنيقه؟ انا ماشي بنت بوزنيقه، انا بنت مراكش. عيطت لي جات عندي شوف بعشور، قالت لي يا مريم ما عجبنيش تبقي فهاد الدار هكا، دخلتي لها مكرفصه وما عمرني صلحتها من 90 وهي ذات تكرا، ما عمرني صلحتها ما عمرني زدت فيها حتى شي حاجه. قالت لي وانا بغيت نصلحها لك بقاو فيها وليداتك، حيت قعدتني كاع كل خطره تنكونوا قاعدين فيها تتفرقع علينا تتفرقع علينا زعما بشهاده الناس كاملين. وتنبدا نصوب وتنعيط ولا تنقول لها تفرقع زعما تتقول لي خرجي ولا دبري راسك. المهم قلت لها صافي ماشي مشكل، النهار اللي بغات تصبح تصلح عيطات لي في التليفون قالت لي يا مريم راه بغيت نجي نصلح، جمعي راسك نقصي عليك الحوايج غدا بغيت نصلح. جيت عند السيده جارتي قلت لها ما عنديش فين نحط الحوايج، وراجلها قال لك انت راه اختي وليداتك راه وليداتي وداك الشيء ما عليناش، خرجت الحوايج وداك الشيء. بقيت انا وياها عادي، السيده تتقلبي على شي سبه باش تير. قالت لك بغاتني ملي حولت الحوايج وداك الشيء صافي، قعدت هي بدات تصلح لتحت تتصلح لتحت، كل ساعه تجي تتهجج عليا وتتهدد عليا وتتبدا تدي ليا لا انت جايه وقاعده وانا تنصلح وتندير ومعذبه، علاش اللي ما توكلي البنايه؟ قلت لها انا ما فحاليش باش نهز البنايه نوكلهم رسميا، اللي قسم الله تنديرو مره تنعطي لها، وما فجعديش انا باش ندير. وانا مريضه ما تنقدرش على الغبره، انا بشهاده الجيران شحال من خطره تنتخنق ما تنقدرش على الغبره وداك الشيء. بقيت هكاك. المهم مؤخرا طبات من عندي قالت لك عطيني السارت، قلت لها بنتي انا كنت عند الطبيب داك النهار ما كنتش كنطلع عند الطبيب، جيت قعدت عند جارتي انا جيت عيانه وداك الشيء. قالت لك خرا كنت خارجه بغيت نتقدى، قالت لك عطي السارت لواحد السيد بناي بلومبي. دابا انا قلت لها راه ما عندي السارت، تنطلع راه يلا جيت من عند الطبيب نمشي عند راجلي يعطيك السارت. قعدت تتعيب فيا في الزنقه وتتسب وداك الشيء. صافي من هذاك وتبعتني في الزنقه والله لا باقي سكنتي عندي دقيقه، سير خرجي عليا فحالك. صافي بقات تجي عند الناس، لا ما تقعدش عندي، دخلوا الناس بيناتنا الجيران معلي الشيطان حشومه ما دارت لك. لا هذيك هي اللي ما باقيش تسكن عندي، ما بيني وبينها حتى حاجه ما باقيش تسكن عندي والله القاسم داري لا باقي عزفات فيها ولا عزفات فيها. قالوا لي علاش ما دارت لك والو؟ بغيت تدخل ليا في حياتي مع الجيران، ما تتهضري مع هادي ما تتهضري مع هادي. قالوا لي الناس عليك، وانا بشهاده الجيران اخويا سول الجيران كلهم اللي قال فيا شي كلمه العيب ولا راجلي قال فيه شي كلمه العيب انا ندير. قلت لها انا هذيك حياتي الشخصيه هذيك بوحدي، انا وياك دابا فكره ماشي في جيران.
المهم صافي واخا دابا وقت ما دخل راجلي البارح دخل للدار دخل قعد كنبيت فيها وانا تيفطر نزلت لقاتو قعدت تتغوت عليه وخرج جمعت علينا الناس جمعت الزوقه خرج عطاني اتساع يا المقردين يا الفاعلين يا التاركين يا هادي يا هادو كن فيكم النفس ما تقعدوش دقيقه عندي قلت لها قالوا لها الناس عيد عيد عواشه وتيشوفوا ولادي الجيران كلهم تيبكيو ولادي بالزوقه انا بالزوقه ما مرتاحه نفسيا تتقول لها تخرج تعطيني اتساع ودابا ما قعداش انا وشدات من عندي الكرا انا ما ساكناش شدات من عندي الكرا قالت لك تخلصوا الكرايه بزاف قالت لنا زيدوني في الكرا قلنا لها ماشي مشكل قال لها راجلي الدنيا يعني ماشي مشكل طلبوا الناس تدخلوا هي بغات تلصق قالت لك الدار قالت لهم هي حفراتها قالت لهم الله تنسبتي فيك انت اللي ريبتي وانت اللي درتي وانت في الاخر اللي غادي الا طلعوا نزلوا الناس ها الناس الشهود كاينين انا تنطلب بحقي تنطلب بحقي ما تنطلب حتى حاجه انا بغيت حقي انا بغيت حقي انا مشيت للقانون والقانون عطاني حقي وكيل الملك وكيل الملك استقبلنا احسن استقبال المحكمه الله يجازيهم بخير كلهم الناس اللي فيها كلهم الناس مأدبين متخلقين اللي مشيتي عنده تيعطيك وقتك وتيتهجر وكيل الملك ندير عطاني براءه عاجله صيفطها للبوليس مشينا عند البوليس دابا الورقه عند البوليس هي ما بغات معنا التحل قالوا لها قالوا لها الناس خليهم يدخلوا ما بغاتش قالت لك داري لا عصفوا فيها ولا دار الدنيا مريبه اخيرا اخيرا دخلت قالت للسيده دخل لهذيك الدار بغات تبني تبني بغات تنطحر تنطحر ولات تقطع ليا من الكرا وتصلح انا خويا انا في جهدي ما نكري كون في جهدي باش نبني كون مشيت شري داري كون في جهدي انا نبني كون مشيت شري داري ما نرضاش بهذه القيمه هذا الشيء اللي دايره